أما بولاية بشار فقد تم توزيع الحصة الأولى من سكنات عدل والمقدرة ب950 وحدة سكنية من مجموع 1500 مسكن. محمد بخد نعم. بمناسبة الذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية، قامت ولاية بشار بتوزيع الحصة الأولى من سكنات عدل المقدرة ب750 سكن، والتي تدخل ضمن برنامج 1500 سكن. الحمد لله على هذه اللحظة اللي وصلنا ليها، استفدنا من السكن عدل بعد طول الانتظار، والحمد لله والشكر للقائمين على الأعمال اللي ساهموا من قريب وبعيد في فرحتنا وفرحة الشعب الجزائري ولاية بشار، وإن شاء الله تدخلنا بالصحة والسلامة والعقبة اللي ما باقي إن شاء الله. كما تم بنفس المناسبة تسليم المفاتيح للمستفيدين من حصتي 150 و50 سكن ترقوي مدعم لديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين. وبمناسبة ذكرى 64 لثورة نوفمبر المجيدة، قمنا بتقسيم السكنات على مستوى ولاية بشار. البارح كنا في دائرة بني منيف، قسمنا 313 سكن عمومي إيجاري زيادة على 1303 عقود استفادة لأصحابها الذين سيبنون عليها سكنات ريفية. حي عدل هذا موجودة فيه مدرسة ابتدائية مجهزة، وفيها الطاقم الإداري والطاقم البيداغوجي، يعني الأولاد يقدروا يزاولوا دراستهم من اليوم. وفيها متوسطة نسبة تقدم الإنجاز فيها ما يفوق عن 70%. المناسبة شهدت أيضا إطلاق تسمية الشهيد بريك محمد على حي السكنات التساهمية 1500 مسكن.